فلسطين. محمد السيد، تلفزيون دبي، من قرية كور شمال الضفة الغربية. ما راح تقرا التويتر؟ لا لا حقراها. بنشوف في متابعه لمشاركاتكم مشاهدينا فيما يتعلق بسؤال اليوم الذي يقول: هل تعتبر زياره مختص؟ شوفي قلت له شكرا. اوكي، هل تعتبر زياره مختص نفسي امرا محرجا ولماذا؟ طبعا يقول احمد عيسى: لا، الكل بيمر بازمات نفسيه، واللي يحتاج مختص نفسي هو يكابر وما يزوره يدمر طبعا حياته طبعا. أما محمد فيقول: أعتبرها محرجة لأنها في مصلحتي وكلام الناس لا يفيد دائما. طيب، بعد الفاصل كالمعتاد سنتابع معكم أبرز العناوين الاقتصادية، كما سنتناول تحركات العملات الرئيسية وأسعار النفط والذهب في الأسواق العالمية بعد الفاصل. ابقوا محمد.